لا هو انا اصلا انا مش طرف في الموضوع عشان يعملي مشكله. انا عامه طبعا الجميله ناديه الجندي احنا صحاب قوي، فهي كلمتني بعد الحلقه وقالت لي ان محمد مختار عايز يطلع يرد، واسمع معلش انا مش عايز يطلع يرد غير معاكي. طبعا على راسي اتفضل، اكيد ليك حق الرد، اكيد اتفضل. فجي قال وجهه نظره وعرض كل حاجه بالمستندات. فلو طرف زعل مني ف يعني معلش، طب انت دلوقتي لما جيت قلت على حد حاجة والحد تطلب ان هو يجي ليه حق الرد، هنمنعه ليه؟ ما هو لازم يجي يرد، فاهمة؟ بالنسبة ان هي زعلت ناس او ما زعلتش ناس، والله كل واحد قال اللي عنده والجمهور ليه بقى حق ان هو يحكم. بس حلقة سببت في مشاكل مثلا بعد عرضها والفيدباك اللي حصل عليها مثلا، ودي قال انا ليه عملت الحلقة دي او دي رفضتني. لا في نجوم مثلا بعد ما بنصور قبل ما نمشي يعني من بلاتو يقول يا انا كنت صريح زياده عن اللزوم، او دي هتعمل مش عارفه مين، بعد الحلقه ما تتعرض يقول لي ايه ده، انا ما عمري في حياتي ما عملت برامج كده، ازاي ده، انا مثلا بقالي اسبوع الحلقه طلعت ترند وعامله وعامله وعامله. لا الحمد لله رد الفعل بيكون ايجابي قوي. انا مش من عادتي اني ارد على السوشيال ميديا اصلا، مش من عادتي اني بشوف اصلا، بس عشان انا منة بحبها يعني مش بكرهها، هي فهمت السؤال غلط فرديت ان هو عرفتها انت فهمتي غلط، هو مش ده وجهة النظر خالص. بالعكس انا اللي يهمني ضيفتي اللي كانت موجوده اللي هي ريهام اللي انا بحبها جدا، وطبعا بعزيها ريهام غاليه عندي قوي وانا بحبها قوي، ان هي ما اتضايقتش وما زعلتش من السؤال ده، فانا اللي كان يهمني اكتر ضيفتي اللي منوراني في البلاتو. لكن بالنسبة لمنى هي فهمت غلط فانا فهمتها وجهة النظر وهي حر، بس مش مشكلتي يعني. لا خالص، انا اخد موقف ليه؟ دي حياة شخصية بينهم هما التلاتة. بيقولوا كلام ممكن يكون مش على لسانك بس اتقال كده، مثلا لا انا مش هستضيف الشخصيه دي تاني، مش هعمل كذا تاني، مش هستضيف الشخصيه دي تاني، مش عيب فيها لا خالص، هي ليها احترامها وكل حاجه، بس بتكلم ان انت ما ينفعش تتضايقي ان انا مثلا اجيب وجهه النظر الاخرى، دي 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 برنامجي انا، انا اللي حدد اقدر اجيب مين او ما اجيبش مين، استضيف مين وما استضيفش مين. انا اقدر افرض عليكم دلوقتي بعد مني ما تجيبوش كذا، لا، فكل واحد حر في حياته او في مكانه او في شغله، فانا لو ده هي ضايقها مني او عملت اي رد فعل فخلاص، انا رانيا مش يعني عمري ما هتضايق منها، مش هزعل منها، لان رانيا انا عارفه ان هي من نوعيات الناس اللي هي ممكن تكون بتتكلم في انفعال او كده، فعادي، فما يعني مركزتش في الموضوع، ما خدش الموضوع على صدري قوي يعني. بص هو حصل بس انا ما شفتش يعني، حتى لا رديت، وانا شفت المسجات من بره، لا شفت ولا فتحت ولا رديت يعني. اللي يعرفني قوي عارف ان انا طبيعتي اي حاجه فيها حاجه سلبيه مش هشوفها غير لما يكون من حد قريب مني قوي يعني، فاهم، حد من عيلتي، حد من اقرب صحابي هاهتم واركز، ولا لكن حد مثلا اتضايق ان انا استضفت حد فهو زعل من الموضوع ده، فدي مش حاجه مش لطيفه يعني، ده برنامج. لا يا ما حدش يقدر يعني مش هتنتقد ولا تغلط ولا اي حاجه من كده خالص، بس هو ما شفتش بالظبط، بس اللي هو يعني مثلا زي ليه والحاجات دي، فانا ما ردتش خالص، ما ردتش عشان مش هكبر الموضوع، مش فاضي اقعد بقى ارد واصل عشان كذا، واصل انا وقتي غالي عندي قوي يعني، اللي يعرفني عارف ان انا وقتي مش هضيعه في اي حاجه، هدر غالي عندي قوي، ولا في مهاترات ولا في عتبات ولا في هري ملوش 30 لازمه خالص.